أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعاً في المملكة العربية السعودية، وتحديداً من مدينة الجبيل الصناعية، والتي تفتخر باستضافة المؤتمر الدولي السادس لمدن التعليم 2024 لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم تحت شعار مدن التعلم في طليعة العمل المناخي. ويأتي هذا المؤتمر برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تأكيداً على حرصه المستمر أيده الله على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي التي تؤثر بشكل مباشر على حياتنا وتهدد مستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة. الأزمة المناخية لم تعد تهديداً مستقبلية، بل أصبحت واقعاً نواجهه في حياتنا اليومية، حيث نرى آثارها في ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحار وتكرار الكوارث الطبيعية. لذا فإن هذه الأزمة تتطلب استجابة جادة وعاجلة، ويظل التعليم محوراً رئيساً في التصدي لها. التعليم المستدام هو سلاحنا الأقوى لمواجهة تغيير المناخ، فهو يبني الوعي بأهمية حماية البيئة ويولور المعارك الضرورية للابتكار وإيجاد الحلول المستدامة، ويمكن الشباب ليكونوا قادة التغيير في هذا المجال. إن اختيار مدينة الجبيل الصناعية لاستضافة هذا المؤتمر ليس محض صدفة، فالمملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة، حيث تفضل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بإطلاق مجموعة من المبادرات الطموحة مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تؤكد التزام المملكة بالعمل المناخي. وختاماً، نأمل أن يثمر هذا العمل وهذا المؤتمر عن توصيات قيمة تسهم في صياغة سياسات جديدة وفعالة لمواجهة تحديات تغير المناخ، بفضل مشاركة عمد مدن التعليم العالمية وخبراء التعليم المستدام وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. كما نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تأسيس شراكات وتحالفات مبنية على مختلف الجهات لتعزيز الجهود المناخية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق تأثير ملموس ومستدام في مواجهة التحديات البيئية لحماية كوكبنا وضمان مستقبل آمن لأجيالنا القادمة. وفقكم الله جميعاً في مؤتمركم هذا، ولكم منا التحية. ومرة أخرى مرحباً بكم في المملكة العربية السعودية وفي مدينة الجبيل الصناعية على وجه التحديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.